أعلن الأمين العام لحزب نداء تونس الحاكم محسن مرزوق أعلن استقالته من منصبه بسبب ما يتعرض له من تهميش في دوائر الحزب على حد وصفه. وقال مرزوق في كلمة له إنه سيقدم الاستقالة غدا إلى رئيس الحزب محمد الناصر. ويشهد حزب نداء تونس صراعات بين جناحين، الأول يقوده الأمين العام المستقيل محسن مرزوق، والثاني يقوده حافظ قيد السبسي نجل الرئيس التونسي الحالي. المجتمع المدني